حضر سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفل الاستقبال الذي أقامه السيد كي بوكمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين في فندق الدبلومات مساء أمس بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة والمدعوين. وأكد سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عمق ومتانة علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيرا بما يشهده مسار التعاون بين البلدين من تطور مستمر في كافة المجالات، تجسيدا لمدى حرص واهتمام قيادتي البلدين الصديقين بالارتقاء بأوجه التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة. من ناحيته أعرب السفير الألماني عن شكره وتقديره لسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على حضوره الحفل، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات البلدين وما يجمع بين الشعبين الصديقين من علاقات ودية متميزة، متمنيا لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار.